اول حاجه هنعملها عندنا طماطم مقليه، او طبعا مش الطماطم الكامله، احنا عندنا القطعه اللي فوق هنعملها مقليه. عندنا حوالي 10 قطع من الطماطم الاطراف بتاعتها اللي فوق. عندنا نص معلقه صغيره توم بودره، 1 كوب لبن رايب، 3 بيضات، 2 كوب دقيق ذره، 1 كوب دقيق عادي، 2 وربع كوب جبنه رومي مبشوره، 2 معلقه صغيره ملح، 1 معلقه صغيره فلفل، 1 كوب زيت او يعني زيت للقلي، مش بتحتاج زيت كتير قوي، ففي حدود 1 كوب. هخلط البيض واللبن الرايب مع بعض، وهحط الجبنة مع دقيق الذرة، ونحط معاهم كمان بقية التوابل، ملح وفلفل وثوم بودرة، ونقلب ده مع بعض. هجيب طبق احط فيه شويه صغيرين من ده علشان الطماطم لما احط فيه، وهناخد الطماطم نقلبها مع الدقيق، وبعد كده هنحطها في البيض واللبن الرايب، وبعد كده هنحطها في دقيق ذرة مع الجبنة الرومي مع التوابل. وهنعملها في الجبنة الرومي بالتوابل مرتين، يعني هنرجع نحطها تاني في البيض واللبن الرايب، ونرجعها تاني نعمل طبقتين من البانيه عليها علشان نتأكد ان هو لزق عليها كويس. هنقلهم الطبق اللي جنبه علشان اعرف اشتغل، وتاني مرة دي هنعملهم بقى واحدة واحدة علشان نتأكد ان هما اتغطوا بالكامل.